حارس أسطورة في كرة القدم المصرية، قدم الكثير للكرة المصرية وواجه المنتخب الوطني الجزائري في العديد من المناسبات مع المنتخب المصري. معنا الحارس الأسطوري في كرة القدم المصرية نادر السيد، أهلا وسهلا بك معنا على قناة الشروق الإخبارية. اهلا اهلا بك، تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين والجمهور الجزائري. اهلا بحضرتك. شكرا لك نادر السيد. واجهت كما قلنا المنتخب الوطني الجزائري في العديد من المناسبات، تعرف جيدا نكهة هذه المباريات، حتى ولو كانت مباراة ودية تبقى مهمة جدا للمنتخبين على الصعيد الفني وأيضا المعنوي قبل تصفية المونديال في نوفمبر وأيضا قبل كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، أليس كذلك؟ ده أكيد، ده أكيد طبعا. يعني دايما وأبدا الحقيقة مباريات المنتخب المصري المنتخب الجزائري بتحصل في التاريخ بغض النظر عن ودية أو رسمية، إنما تبقى مباريات المنتخب المصري الجزائري مباراة ممتعة. أعتقد يعني الحقيقة الوضع الحالي أفضل بكثير فيما سبق، لأن طبعا وسائل الإعلام كان في بعض الأوقات كانت بتكون في بعض الأوقات منها الإيجابية ومنها السلبية، بس كان التأثير السلبي كان أكبر. إنما الحقيقة أعتقد دلوقتي الأمر أفضل بكثير جدا جدا جدا. فأنا شايف إن المباراة مباراة مهمة، منتخب مصر فيه نجوم كبار، المنتخب الجزائري فيه نجوم كبار. أنا أتوقع إن المباراة تطلع مباراة قوية جدا جدا. مباراة كبيرة، المنتخب المصري فاز في المباراة الودية الأخيرة بهدف دون رد، كان الهدف وقع في الوقت البديل عن الضائع. أما المنتخب الجزائري فضرب منتخب الرأس الأخضر بخماسية هنا في الجزائر. ترى كابتن نادر السيد بأنه الفوز بهذه المواجهة إذا كان من صالح الجزائر أو إذا كان من صالح مصر سيرفع المعنويات كثيرا، كما حدث للجزائر التي فازت في السنغال أمام السنغال ورفعت المعنويات وعادت إلى سكة النتائج الإيجابية. وبالتأكيد الفوز دائما بيدي راحة ناحية معنوية، إنما مش هيدي مؤشر لأي فريقين. يعني أنا بكلم قبل المباراة الجزائر هتكسب المباراة أو مصر هتكسب المباراة أو يتم التعادل، ده مش هتأثر بشيء في المشوار فيما بعد. إن كل مباراة وليها ظروفها وليها أجواءها وليها فيها حاجات كتير جدا. يعني هي مباراة مهمة لقياس أمور معينة فنية بدنية، تجانس ما بين المنتخبات، اكتشاف لعيبة جديدة ممكن يتم الاستعانة بها في المنتخبين. هو ده الغرض الاساسي بالنسبه للمباراه. انما مش هنقول لو مصر كسبت هتكسب كاس افريقيا او الجزائر كسبت هتكسب كاس افريقيا، انما انا شايف المباراه مهمه لاكتشاف الاثنين مدربين للاعبين جدد، لاعبين ممكن يتم توظيفهم في اماكن معينه، فهو ده الاهم والهدف الاساسي. نعم، في تشكيلة المنتخب الجزائري نادر السيد هناك العديد من اللاعبين المميزين، حسام عوار متوسط ميدان نادي روما، سفيان فيغولي الغني عن التعريف، رياض محرز أيضا الذي يلعب حاليا في السعودية، إسلام سليماني كرأس حربة، عمورة أيضا الذي يتألق في دوري البلجيكي. إذا حذرت المنتخب المصري من بعض الفرضيات في المنتخب الجزائري، من هم اللاعبون الذين ربما تراهم سيشكلون خطرا على كتيبة المنتخب المصري في لقاء الغد؟ طبعا أنا أحترم جميع اللاعبين المنتخب الجزائري، إنما دايما وأبدا الحقيقة في لاعبين مؤثرين. يعني كل الأسماء اللي ذكرتها لعيبة مؤثرة جدا جدا ولعيبة يحصل بيها ألف حساب لخبراتهم السابقة لتجاربهم الدولية الكبيرة للثقة الكبيرة جدا اللي بيلعبوا بيها. فالحقيقة أنا شايف إن كل اللاعبين طبعا على رأسهم رياض محرز، حتى لو كان بيلعب في السعودية، لأن إمكانيات وقدرات رياض محرز بيلعب في سيتي أو بيلعب في السعودية مش هتقل هتزيد، إنما لاعب عنده إمكانيات كبيرة جدا ولاعب مؤثر جدا جدا. فأنا شايف الحقيقة إن كل لاعبي المنتخب الجزائري كونهم إن هم يكونوا بيتشرفوا بإن هم يلعبوا تحت الاسم المنتخب الجزائري فأكيد لاعبين كبار.
كابتن نادى السيد معنا الاعلامي ياسين معلومي في الاستوديو يريد طرح سؤال عليك، تفضل. مساء الخير نادى، عندي سؤال فقط. المدرب الوطني رابح سعدان كان ادلى للشروق منذ 24 ساعه بحوار، قال انه المنتخب المصري لسنوات 2004 لما كنت انت تلعب 2006 2008 2010 مع الجيل الذهبي، يقول هو احسن بكثير من الجيل الحالي، ما هو تعليقك؟ كل الحقيقه يعني خلينا نكون واقعيين، ان الاجيال المتعاقبه في منتخب مصر هي اجيال دايما بتدي الاضافه. لو احنا بنتكلم على الجيل الحالي، الجيل الحالي وصل فاينل افريقيا مرتين، وده شيء جيد جدا. صحيح. في 2019 في 2022 اخر بطوله افريقيه، وصل كاس عالم، اخر كاس عالم اللي هو 2019 ما وصلش 22، انما وصل للفاينل بتاع التاهل الى كاس العالم. انا شايف بالعكس نتائج المنتخب الحالي لا تقل ابدا عن الاجيال السابقه، يعني يمكن الجيل السابق زي ما ذكر وقال 6 و8 و10 تتويجهم بالبطوله الافريقيه هو اللي اداهم التميز، انما انا شايف نتائج الجيل الحالي نتائج جيده جدا جدا جدا، زي ما ذكرت وقلت ان هو يوصل نهائي افريقيا مرتين في نفس الجيل، يوصل كاس عالم مره، ويوصل لفاينل التاهل الى كاس العالم 22 مره ثانيه. فانا شايف النتائج الحقيقه جيده. كابتن نادر سيد اسطوره حراسه المرمى المصريه والعربيه، شكرا جزيلا لك.